أعلنت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم ابنة حاكم دبي طلاقها من زوجها الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام. وقد جاء هذا الإعلان بعد فترة قصيرة من ولادة طفلتهما. تجدر الإشارة إلى أن الشيخة مهرة تزوجت الشيخ مانع في عام 2023، فما هي تفاصيل الطلاق ومن هي الشيخة مهرة؟ ستجدون الإجابة في هذا الفيديو، اضغطوا لايك وتابعوا معي. نشرت الشيخة مهرة إذن منشوراً على حسابها في إنستغرام قالت فيه: زوجي العزيز، بما أنك مشغول برفقة أخرى أعلن طلاقنا، أطلقك، 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 زوجتك السابقة. أثار هذا المنشور دهشة كبيرة بين متابعيها، حتى أن البعض اعتقد أن حسابها تعرض للاختراق، لكنها أكدت صحة المنشور بإعادة نشره على جميع صفحاتها. لم يرد الشيخ مانع على هذا المنشور، إلا أنه ألغى متابعة الشيخة مهرة على إنستغرام، وقامت هي بنفس الأمر، حذفت الشيخة مهرة جميع الصور المشتركة بينهما. وعلى الرغم من أنها لم تذكر سبب الطلاق بشكل مباشر، إلا أن البعض يعتقد أن السبب قد يكون الخيانة. الشيخة مهرة ولدت في 26 من أبريل من عام 1994، ودرست العلاقات الدولية في إحدى الجامعات البريطانية. هي الابنة الوحيدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات، وأمها يونانية الأصل السيدة زوي غريغوراكوس. تعرف الشيخ مهرة بحبها الشديد لركوب الخيل، وتلقب في الإمارات باسم فارسة الصحراء، وقد شاركت في العديد من المسابقات النسائية. بالإضافة إلى ذلك، تدير الشيخة مهرة عددا من المؤسسات الخيرية، وتهتم بدعم المواهب المحلية وذوي الهمم. كانت الشيخة مهرة قد احتفلت بزفافها في يونيو 2023 على الشيخ مانع بن محمد بن راشد في حفل زفاف أسطوري في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي، حيث ارتدت فستانا من تصميم دار إزرا كوتور في دبي، وتزينت بمجوهرات ماسية رائعة. وبعد الزفاف سافرت مع زوجها إلى اليونان لقضاء شهر العسل. وفي مايو 2024 رزقا بطفلتهما الأولى التي سمياها مهرة، وشاركت الشيخة مهرة صورة لها مع ابنتها على إنستغرام. وبحسب صحيفة الخليج تايم، أن الزوجين ألغيا متابعة بعضهما البعض وحذفا صورهما المشتركة، بما في ذلك صور زفافهما. وبحسب الصحيفة ذاتها، نشرت مهرة قبل 6 أسابيع صورتها مع ابنتها، وكتبت عليها: نحن الاثنتان فقط.